بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا اسمي ايمن ملاك وانا جاكي. اول بدايه معرفتنا مع ابونا موسى سليمان كانت ترجع يمكن لسنه 1998. كان جالي اوفر ان انا ادرس في جامعه في بريسبن، وما كناش حتى رحنا بريسبن قبل كده، فبدانا نزلنا هناك، وكان اول واحد استقبلنا هو ابونا موسى، وبدأ يعرفنا بالمكان والكنيسة، وكان برضو في قرايب لجأ كان خالها خلنا الاثنين الحقيقة برضو أخذونا وسكنونا هناك، وبدأنا خدمتنا مع أبونا موسى في الكنيسة. أبونا موسى كان تملي بيته مفتوح لكل الناس، خصوصا الناس اللي جاية من انترستيت، وخصوصا الناس اللي جاية تعمل معادلات في بريسبن. ممكن تقابله في أي وقت، تروح له في أي حتة، حتى ناس كان أحيانا بتقعد عنده في البيت لحد ما يبدأوا يقرروا هيعيشوا فين ويثبتوا أماكن الإقامة بتاعتهم. فدي كانت أول معرفتنا بأبونا موسى سليمان في بريسبن. إحنا معرفتنا بأبونا موسى تبتدي قبل كده كمان، بس ما كانتش معرفة شخصية، كان مجرد كاهن في كنيسة باريمور أوس في أنكليف. فكنا نعرفه إن هو كاهن، وكان دايما كاهن معمر، ودايما الشعب يلتف حواليه ويتعلم منه كتير، لأن أبونا دايما كان يحب الكتاب المقدس جدا ويحب شرحه. وبعد كده لفت الأيام، وزي ما أيمن قال إن احنا سافرنا بريسبن وقعدنا هناك 3 سنين. الحقيقة 3 سنين دي مع القشرة مع أبونا هناك، دايما أرجع لهم وأقول لهم إن هما دول 3 سنين اللي احنا عشناهم في البرية. اتقربنا ببركة أبونا قوي من الكنيسة، تقربنا للخدمة كتير. أيمن كانت ماسك خدمة المكتبة هناك، وأنا خدت البركة إن أنا أخدم مع تصوني في فصل ابتدائي وحضانة. مش عايزة أقول إن هو فعلا كان أب ليا تاني هناك، وخاصة إن مريم كانت لسه مسافرة من بريسبن، فكان دايما يقولي إن أنا بنته التانية. ما انساش كمان ان حتى قربان الحمل كان اوقات كتير ابونا هو اللي بيخبزه بنفسه في الكنيسه في البيت عنده. ابونا البيت في بريسبن كان فيه دورين، الدور الفوقاني بتاع ابونا وتصواني والولاد، والدور التحتاني كانت كل ما تروح تلاقي عيله مختلفه قاعده فيه. الحاجه الثانيه اللي علمها لنا ابونا موسى برضو واحنا في بريسبن انه ما ينفعش تحضر القداس من غير ما تحضر العشيه. كان ده بالنسبه له شيء مهم جدا انك تحضر العشيه يوم السبت بالليل. كنا نتجمع وهو يجي يصلي العشية ويدرس لنا جزء من الكتاب، وبعد كده يعمل معنا تسبيحة نص الليل والتسبيحة كاملة. وهو اللي علمنا التسبيحة بالعربي، هو أول واحد علمنا التسبيحة بالعربي هناك، لدرجة إن إحنا بقينا ما ينفعش يجي علينا يوم سبت وما نسبحش، لازم نحضر العشية وكلنا نصلي التسبيح. وكان بقى جروب كبير قوي حتى من ضمنهم الأولاد الصغيرين، وبدأنا بعد كده نعملها إنجليزي وعربي. وأنا فاكر موقف مع أبونا موسى، كان الأنبا فام جاي يزور الكنيسة هناك، وأبونا موسى قال لي يلا نرسم أنتوني شماس. قلت له يا أبونا ده عمره 5 سنين 6 سنين بس. قال لي طب يجرى إيه؟ قلت له صغير. قال لي ما هو من فم الصغار الأطفال والرضع هيأتى صبحا نرسمه شماس. وأنا فاكر أنت لما ترسم شماس كنت شايله على إيدي في وجود الأنبا فام وأبونا موسى، فطبعا موقف ده لا يمكن أنساه. موقف تاني ما أقدرش أنساه خالص طول عمري، وتملي بذكره للناس اللي بتخاف الامتحانات. في مرة كانت آخر سنة غالبا في الجامعة هناك، وامتحنت امتحان والنتيجة طلعت وسقطت، فرحت قلت له يا أبونا أنا سقطت. قال لي مفيش حد بيصلي التسبيحة ويسقط. قلت له يا أبونا أنا مش خايف من الامتحان إن أنا أسقط، النتيجة طلعت وأنا فعلا سقطت. قال لي بقول لك مفيش حد بيصلي التسبيحة ويسقط. فقلت سكت، قلت أبونا يمكن مش عارف، ومشيت. بعدها بيومين ثلاثة حصل اجتماعات مع دكتور المادة ديت، وفوجئت ثالث او رابع يوم ان النتيجة طلعت ونجحت. فالموقف ده لا يمكن انساه ابدا، وتملي اقول للناس كده انه زي ما قال ابونا موسى، لو بتصلي التسبيحة كل اسبوع او بتصليها عموما مش ممكن تسقط. عايزين المناسبة ديت رشمته 50 سنة، ربنا يديم علينا كهنوتك يا ابونا سنين عديدة مديدة متمتعين بروحك الحلوة وبوئتك.
تذكرنا بصلاتك كتير يا أبي، وكل سنة وقدسك بصحة وخير، وعيد 50 سعيد على قدسك وعلينا كلنا، وربنا يديم علينا كهنوتك سنين كتيرة وأزمنة عديدة. أمين يا رب.